أهم ما جرى اليوم هو حضور الصحفيين، ما دون ذلك الأهم هو حضور الصحفيين بالنسبة لي. الرسالة التي هو رفض ما يجري ورفض التصعيد الذي يجري من الدولة في مواجهة الحريات العامة، هو رفض للاعتداء على الحريات في هذا المجتمع، هو رفض للهجوم على الصحفيين، هو رفض للادعاءات البعض بأن ما يجري قضية جنائية. ما يجري هو قضية حريات بامتياز. نحن أمام قضية اعتداء على الحريات العامة، نحن أمام اعتداء على نقابة الصحفيين لدورها، نحن أمام اعتداء على نقابة الصحفيين لدورها في قضية مصرية الجزر. هتاف طيران وصنافير مصرية الذي جرى اليوم واحد من أجزاء الرئيسية في هذه القضية. الجزء الرئيسي الثاني هو ما أنا هجمة على الحريات العامة، هجمة على دور نقابة الصحفيين في الدفاع عن الحريات العامة.